اي اتنين متجوزين لازم يكون في بينهم مش هنقول خناقات بس في مناوشات، يعني في كل شويه كده ايه بعض الاختلافات في وجهات النظر قد تؤدي الى التصعيد او يعني يحصل مشكله اكبر شويه، وقد تفضل زي ما هي على قد الايه المناوشات الخفيفه والبسيطه. في بعض الاوقات الامور بتتطور فبنضطر ان احنا لو ما قدرناش نحل المشكله بيننا وبين بعض بنضطر ان احنا نشوف طرف ثالث يتدخل في العلاقه للاصلاح، وده اللي دايما احنا بنعمله سواء كان صديق للاسره او حد من المقربين او حد من عيله الزوج او عيله الزوجه على حسب الناس ما بتختار مين اللي هيتدخل بالظبط. جماعه بصراحه بتوع التكنولوجيا بقى لهم فتره كده داخلين عليها دخله قويه قوي، يعني كل شويه عندهم اكتشاف جديد واختراع جديد، فعملوا ابلكيشن او تطبيق بينزل على التليفونات بيشتغل مصلح اجتماعي. لو متخانق مع مراتك على طول تروح داخل على الابلكيشن ده وتقول لهم اعمل ايه، وبرضو الموضوع بالنسبه للزوجه لو اختلفت مع زوجها تروح داخله قايله له نعمل ده. سؤالنا بالمناسبه اللي موجود على صفحاتنا، مع وجود تطبيق بيشتغل مصلح اجتماعي هل ممكن تلجأ له لو اختلفت مع مراتك؟ واعتقد كمان يا جمال ان الموضوع مش متعلق فقط بالزوجين، ده الموضوع كمان متعلق باصدقاء العمل بزملاء العمل بالاصدقاء. نزلت الابلكيشن بقى؟ لا بس يعني سمعت عنه بصراحه يعني لسه. يعني هو السؤال بقى يا جمال دلوقتي، هل انت لو اختلفتي لو اختلفنا مع بعض مثلا على شيفت او مثلا طلبنا تبديل او اي حاجه من الحاجات دي وانا رفضت فحصل ما بيننا خلاف، هتدخلي على الابلكيشن تشرحي له الموقف وتستني رده؟ لا مش محتاجه. صح؟ مش محتاجه، ربنا يديم عدم القبول اللي ما بيننا اصلا. لا بهزر. كنت واثق. ما بهزر طبعا، مش الدرجه دي يعني. بس الحقيقه انا بالنسبه لي، وهنرجع بقى بجد للسؤال، هتستخدم التطبيق ده مع مراتك، هتستخدميه مع جوزك، الكلام ده كله انا ضد الموضوع ده كله. وبعدين فعلا عندي تساؤل غريب جدا دلوقتي، يعني منذ بدء الخليقة يا جماعة الناس بنتجوز عادي مفيش حاجة، ليه الموضوع بجد بقى صعب؟ يعني ليه محتاجين دكاترة وليه محتاجين برامج وليه محتاجين كل ده أصلا؟ هي الفكرة كلها إن دول اتنين اختاروا إن هما يبقوا مع بعض، فالاتنين دول لازم يلاقوا مع بعض قبل أي حاجة التفاهم والسلام النفسي. لو الاتنين دول مش موجودين والله لو إيه كان موجود مش هيحل المشكلة. ايه بيجي ازاي السلام النفسي ده؟ ده اصلا يعني انت بعيد قوي، ممكن نوصله ازاي يعني؟ هنشوف. ما هو انت لازم تجيب تطبيق يوصلنا للسلام النفسي، واحنا ما نحتاجش نلجأ له لو اختلفنا مع الزوجات. لا ما هو مش هيبقى ليه لازمه التطبيق بقى. بعدين عندي سؤال، طيب انا هدخل او انت هتدخل على التطبيق يعني عشان انا عمري ما اعمل كده فبتقيني. عشان تتخليش طبعا مع مراتك؟ طبعا. اكيد. لو الزوجه اتخانقت او اختلفت مع التطبيق هتعمل ايه مثلا؟ لو انت اختلفت مع التطبيق. لا انا مش، احنا لا يمكن نختلف انت والتطبيق. بس انت ومراتك عادي في نفس الاتجاه. ما هو ده السؤال بقى والله، يعني هل يعني هتقعد على الابلكيشن او على التطبيق ده تتدخل كل لحظه حلوه مثلا مع مراتك؟ هتقدري ان انت تغذي الابلكيشن ده صح بكل لحظه كويسه او كل موقف لطيف او كل عشان يبقى فاهم؟ ما اقعد بقى عمرك كله يعني. عشان هو يبقى فاهم هو بيحكم بالظبط. انت في الاخر بتتعامل مع اله صح. فلو دخلت دلوقتي على اله مثلا قلت جوزي بيزعق لي، اكيد رد فعله هيكون مختلف غير لما اقول له اصل هو بيزعق لي عشان انا كان عنده مشكله فانا يعني اكيد الموضوع مختلف. فاكيد انا بالنسبه لي فكره وجود ابلكيشن او حتى طرف ثالث عامه بيحل، انا بالنسبه لي ده كارثه يعني. موضوع فعلا صعب. احنا دلوقتي تحس يا شاذلي العلاقات بقت روكت ساينس، بقت تحس ان انت بتخترع العجله. الموضوع بقى كبير جدا. مع المساعده طبعا لو من قبل متخصصين، والمتخصصين دول حتى ما تنفعش في سياق برامج، حتى لازم تبقى انت قاعد مع المتخصص بتحكي له خلفيتك ايه وخلفيتها ايه، وانتوا الاثنين تقعدوا مع بعض طبعا. ففكره وجود عامل في النص، عامل وسيط في النص، شخص على فكره حتى الاهالي نفسهم، لانه ممكن يحصل موقف انا لما احكيه لماما او هو يحكيه لمامته هي مش هتسامح، يعني هي تفضل شايله وزعلانه، بس احنا هنسامح بعض والموضوع هيعدي. لكن الموضوع الناحيه الثانيه بيكبر. نفس الفكره الصحاب، ابلكيشن اللي هياخد باقه وهنتخانق على الباقه والله. مش انا اللي عامله. هيبوظ الباقه وهنتخانق عليها والله العظيم برضه. بس هو الجميل ان هو طرف يعني ايه نزيه في الوساطه، يعني هو مش لا تبع مش نزيه لان مش تبع اي حد، اي طرف من الطرفين لا يعني. لا مش نزيه لان اللي متخانق هو اللي بيقول سبب الخناقه من وجهه نظره، اللي هو برضه مش هيكون محايد ومش هيكون صح. بس هو في النهايه حكمه مستحيل بناء على ايه؟ حكمه بناء على ايه؟ لازم يكون مبني على مواقف.
يعني انا عشان احكم مثلا على حاجه لازم يكون عارف خلفيات الموضوع وعارف المواقف اللي بتدور بينهم وعارف علاقتهم عامله ازاي طول الوقت. فبناء على ده نبتدي نتكلم بقى ونبتدي نحكم. يعني ده بالنسبه للابلكيشن طبعا مش بالنسبه لنا، لكن حتى الناس مثلا لو احنا في خناقه مثلا هنقول طب بس نستوب دلوقتي ونشوف الابلكيشن بيقول ايه، اعتقد الموضوع هيكون صعب قوي ان انا اروح يعني طب هو هيفهم ازاي يعني. طب احنا محتاجين نمصر الابلكيشن ده لسبب ان احنا مشاكلنا كمان مختلفه. يعني احنا حتى الخلافات ما بيننا ممكن تقوم على حاجات بسيطه جدا وحاجات التطبيق نفسه يجي يقول لك انتوا ازاي بتتخانقوا على ده، انتوا ازاي عاملين مشكله، انتوا ازاي مستحمين بعض. ده دي قصه تانية. لا بجد بقى يعني فكره العلاقات بجد مره تانية احنا بقينا بنصعبها قوي على نفسنا، مع ان هي فعلا لو بصينا لها كده يعني بالعين المجرده هنلاقي ان الموضوع سهل قوي. فكره ان حد انت بتثق فيه، حد بيحترم رغباتك وبيحترم ميولك وبيحترم حتى المسافه اللي لازم تكون موجوده، فكره حتى الجمله اللي احنا بنستخدمها طول الوقت الراجل راجل والست ست، انا لا مع ولا ضد، انا مش فاهمه الجمله اصلا، لانه في الاول وفي الاخر سواء راجل او ست كل واحد ليه حدود معينه، ليه كرامه اللي قدامه المفروض ما يجيش عليها، ليه حقوق وليه واجبات. فالموضوع ملوش علاقه براجل وست، ليه علاقه بشخص بيعرف يحتوي الموقف، بيعرف يحتوي اللي قدامه، بيعرف لما يجي يتعامل مع اللي قدامه ويفهم هو بيحب يتعامل ازاي، ايه الحاجات اللي بيحبها وايه اللي بيكرهها، مش من وجهه نظري، من وجهه نظره عشان اقدر اوصل له وجهه النظر اللي انا عايزه اتكلم فيها او النقطه اللي انا بتكلم فيها. لو الحاجات دي موجوده الموضوع هيمشي سهل، ولكن مع وجود السوشيال ميديا اللي احنا دلوقتي بنلجأ لها عشان تحل لنا مشاكلنا، هي بقت سبب كبير جدا للمشاكل والخلافات الزوجيه، او بقت سبب كبير جدا حتى للمشاكل النفسيه، لان انت طول الوقت احنا بقينا عايشين في بابل او في فقاعه كبيره جدا بعيده عن ارض الواقع وبعيده كل البعد عن اللي احنا بنعيشه فعلا، وكل اللي احنا عايزين نعمله ان احنا عايزين نبقى شبه ده. فده بيعمل مشكله كبيره جدا، بيخليك تنسى بقى اصلا قدرات اللي قدامك والحقيقه اللي انت عايش فيها والظروف اللي انت عايش فيها شاذه. طول الوقت انت بتتطلع لحاجات بعيدا عن الطموح، احنا مش بنتكلم في الطموح، طول الوقت انت بتتطلع لشكل حياه ولظروف مختلفه تماما عن ارض الواقع، وبالمناسبه هي حتى مختلفه عن حقيقه الاشخاص. صحيح. اللي موجوده حتى ما تساعدنيش ان انا مش انت حتى الشخص اللي بينقل لك الحاجات دي هو نفسه مش دي حقيقته ومش دي الحياه اللي هو عايشها. بالظبط كده. احنا بقى محتاجين شويه ردود في الابلكيشن. يا عم عديها، يا عم هتلاقي عشوه حلوه، يعني ردود تناسب معلش. معلش نشغل معلش دي، معلش دي حلوه قوي. معلش وحصل خير، يعني دي من اكتر الـ 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 الكلمات صدقوني اللي بتزق الدنيا مع بعض. وانا مش هبقى متحامله عليكوا عامه يا شاذلي والله خالص، هي الموضوع فعلا يعني انا زمان كنت هو مش هيفهمكوا اصلا. إيه؟ هو الابلكيشن مش هيفهمكوا، يعني انتوا عشان تدخلوا تشرحوا له هو هيلاقي كميه تناقضات رهيبه وانتوا بتشرحوا، فبالتالي هيعجز عن الرد. فانت تخيل. اللي بتكسل تقول معلش هتقدر ان انت تبعت لابلكيشن عشان تحكي له المشكله ولا ما انا قلت لك انا بالنسبه لي لا مش هروح له اصلا خلاص. طب انت بتحل مشاكلك ازاي؟ انا عارفه ان حضرتك طبعا يعني شخص مسالم جدا. انا مش بتاع مشاكل مش بتاع مشاكل، ولكن يعني ماشي انا ماشي في بالصدفة. انا في البيت ماشي جنب الحيط كده جنب الحيط، ولو لا قدر الله لو لا قدر الله انا بخاف حاجه تيجي في وشي معديه جايه، ف عشان ده بس اكل عيش كده واخد جنب ان شاء الله يعني ربنا ما يجيب مشاكل للناس كلها ما شاء الله. الله اكبر. على اي حال ده سؤال حلقتنا النهارده، السؤال هو مع اختراع ابلكيشن او تطبيق بيشتغل مصلح اجتماعي، هل ممكن تلجا له لو اختلفت مع مراتك او لو اختلفتي مع جوزك؟ ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين اجابات حضراتكم عشان نستعرضها مع بعض في حلقه النهارده. صباح الخير والسعاده عليكم جميعا، وربنا ما يجيب خناق. صباح الخير يا مصر.